للتاريخ أن يروي مسيرة إنجازات القوات البحرية المصرية على مدى السنين، وللحاضر أن يسجل بمداد الشرف ما ورثه رجال القوات البحرية من قيم البطولة والفداء، الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية حماية سواحل الوطن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، فأثبتوا قدرتهم وأكدوا جدارتهم. وما كانت قواتنا البحرية أن تصل إلى ما وصلت إليه حالياً من تنوع في القدرات وثراء في التخصصات إلا عبر الارتقاء بمعدلات الأداء، والتي كان للتصنيع الحربي المحلي والمشترك دوراً كبيراً في تعزيز القدرة التسليحية لقواتنا البحرية. من هنا جاء دور شركة ترسانة الإسكندرية، إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع للقوات البحرية المصرية، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عهد محمد علي باشا، حيث حققت عبر تاريخها قفزات صناعية ترقى لأعلى المستويات والمعدلات العالمية في مجال بناء السفن التجارية والحربية. وعبر ملاحم من العمل الشاق كانت ترسانة الإسكندرية سباقة في التصنيع الحربي المشترك، والتي كانت إحدى ثماره المتميزة تصنيع الفرقاطات البحرية جو ويند بالاشتراك مع الجانب الفرنسي. وعلى خطى النجاح تسير ترسانة الإسكندرية عبر التصنيع الحربي المشترك مع دولة ألمانيا للفرقاطات الشبحية طراز ميكو E200 بورش ترسانة الإسكندرية، وبأياد وعقول مصرية على مدار ما يقرب من عامين أتمت ترسانة الإسكندرية الانتهاء من تصنيع وتجميع أول فرقاطة بحرية من طراز ميكو E200. واليوم نشهد تدشين أول فرقاطة بحرية طراز ميكو E200 بأياد مصرية 100%. وتمتاز الفرقاطة الشبحية طراز ميكو E200 بالآتي: يبلغ طولها 121 مترا وعرضها 16.34 مترا، القدرة على الإبحار لمسافة 7200 ميل بحري، وتصل سرعتها القصوى ل 27 عقدة ونصف. منظومات تسليح حديثة تمكنها من تنفيذ كافة المهام القتالية وقتي السلم والحرب، ومكافحة كافة التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح، حيث تتسلح الفرقاطة بمدفع رئيسي ثقيل عيار 127 ملي من طراز ليوناردو، 32 صاروخ دفاع جوي طراز ميكا NG، 16 صاروخ طراز اكسوسات SSM، مدفع خفيف 20 ملي، مدفعي دفاع جوي صغير، توربيدات خفيفة طراز M190، توربيدات ثقيلة طراز سي هاك، قذيفتين للأعماق السطحية طراز ليوناردو، قاربين خفيفين للقوات الخاصة مع إمكانية حمل طائرتين هيليكوبتر. وهكذا استعادت مصر مكانتها بين كبرى الدول المصنعة للسفن الحربية، وأصبح حكم التدشين والإبحار لفرقاطات مصرية واقعا لا تخطئه العين، فيتأكد لنا أن مصر قادمة بكل قوة تسابق الزمن وتكسر حاجز المستحيل لتحفظ لمصر مكانتها في مجال التصنيع الحربي بجودة عالمية وبأيد وعقول مصرية، لتظل مثالا يحتذى لمعنى الإرادة والتحدي.